خروقات واضحة وكثيرة في عموم المحافظات العراقية بعد أن فرضت السلطات المعنية حظر التجوال الجزئي في العراق، وتزايد في أعداد الإصابات خلال الساعات القليلة الماضية آخرها في محافظة البصرة اللي سجلت ما يقارب 50 إصابة خلال الساعات القليلة الماضية. اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت قبل يوم من الآن بفرض غرامات مالية للمخالفين لشروط الوقاية والسلامة الخاصة بجائحة كورونا، من ضمنها حجز المركبة وفرض غرامة مالية تقدر ب50,000 دينار على مركبات النقل الجماعي لتتجاوز سعتها 4 راكب. المخالفة للفقرة 8 من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لسنة 2020. أيضا ما جاء في القرار بفرض غرامة مالية تقدر ب10,000 دينار أيضا للمخالفين لشروط الوقاية والسلامة الخاص بالكمامات وأيضا الكفوف، وأيضا فرض غرامة مالية للمركبات وسائقي التاكسي وغيرها. نظرا يعني نذكر بأنه الأسواق خلال الساعات القليلة الماضية مزدحمة بشكل كبير، وبعد أن فرض حظر التجوال الجزئي أيضا بما يخص فرض غرامة مالية تقدر ب100,000 دينار للمواطنين أو للزبائن أو للي يعملون في محال مكتظة بالمواطنين ملابسين كفوف ولا كمامة وغيرها. بالرغم من كل هذه القرارات اللي أيضا تجبر المواطن على الحفاظ على سلامته أو سلامة من حوله، ولكن المواطن العراقي اليوم يعاني من الكثير من المشاكل وأيضا الوضع الاقتصادي الصعب اللي يعيشه المواطن العراقي خلال هذه الفترة. هل الغرامات جاءت بما يتناسب وبما يلائم الوضع الاقتصادي للمواطن؟ وهل بإمكان المواطن العراقي شراء الكمامات والكفوف بأسعارها الحالية؟ وهل تلائم الأسعار أيضا الوضع الاقتصادي للمواطن ودخل المواطن العراقي؟ متابعينا الكرام، ننتقل للفاصل ومن بعدها نستقبل آراءكم ومقترحاتكم. أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد. اليوم المواطن والشارع العراقي يواجه الكثير من التحديات خصوصا بما يتعلق بسلامته. يعني إذا كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مطلعة على هذا الموضوع، خصوصا بأنه هناك لجان هناك متابعة بما يخص أسعار الكمامات والكفوف. على سبيل المثال هذه الكمامة اللي يطلق عليها بالكمامة الجراحية متابعينا الكرام تتراوح أسعارها ما بين 1,000 إلى 2,000 دينار في عموم العراق، وهي استعمال لمرة واحدة فقط. وأيضا ينصح المختصين بأن يتم لبس كمامتين أو أكثر للوقاية من جائحة كورونا أو فيروس كورونا. فبالتالي الأسعار تتراوح. أيضا إذا كانت هذه الكمامة العادية اللي تتراوح سعرها من 1,000 إلى 2,000 دينار، إذا كانت بألوان مختلفة أو بها نقشات يكون سعرها 5,000 دينار. اللي دخله 10,000 في اليوم أو 5,000 في اليوم شو راح يتمكن من شراء هذه الكمامة؟ وشو راح يقدر بأنه يدفع هذه الغرامات إذا ماكو دعم حكومي؟ أيضا نجي على النوع الآخر من الكمامات أيضا اللي نسميها بالكمامات الوقائية واللي تتراوح أسعارها من 7,000 دينار إلى 60,000 أو 65,000 دينار بحسب نوعية وحسب أيضا ما تتمتع به من طول فترة الاستعمال. هذه الكمامة سعرها ما لا يقل عن 7.5 دينار عراقي لساعات محدودة ما تتجاوز 8 ساعات باليوم. فبالتالي أسعار كبيرة وتثقل كاهل المواطن العراقي. أليس من الأولى اليوم بأنه يتم توفيرها بأنه تكون متوفرة
لدى الجميع بدل أيضاً من بعدها نتخذ إجراءات فرض الغرامة؟ هل يتمكن المواطن العراقي من شراء هذه الكمامات بهذه الأسعار أياً كانت النوعية وأياً كانت منشأ هذه الكمامات؟ أيضاً الكفوف، سعر الكفوف للعلبة الوحدة ما لا يقل عن 10,000 دينار، والأسعار تتفاوت في عموم المحافظة ما بين محافظة وما بين أخرى. أيضاً هذه الكمامات لا تباع بالعلب، تباع مفرد لشحتها أو لقلتها في مختلف أو في عموم العراق. نأخذ أول اتصال من محافظة ديالى. نشوان، مساء الخير. نشوان من ديالى، مساء الخير. نشوان من محافظة ديالى، تحياتي لبرنامجك والمشاهدين الكرام. نشكر متابعتك نشوان. أخ عمر، يعني برنامج حقيقة تغطية البرنامج يوم حقيقة جدا مهمة. اليوم الناس ما عندها قوت يومها، يعني الحكومة بدل ما تفرض غرامات على الناس عليها أنه توفر الكمامات على سبيل المثال، أن توفر المستلزمات الأساسية. يا أخو المواطن هو ما عنده قوت يومه، كيف أنه اليوم تفرض عليه غرامات؟ يعني هو اليوم أغلب المواطن اللي يطلع بالشارع هو صاحب تاكسي، تعرف أنت أخ عمر، يشتغل كل يوم، يشتغل 3,000 أو 4,000، إذا ما زاد ذلك إلى 10,000 دينار. اليوم سعر الكمامات الطبية، وإحنا بتماسب هذا الموضوع، يعني سعر الكمامة وصل، سعر الكمامة الاستخدام ليوم واحد والله العظيم يا أخ عمر وصل 2,000 دينار. أنا بتماسب الموضوع وأعرف هذا الموضوع. يعني كيف اليوم المواطن بهي ظروف، بظروف تعبانة، ظروف لا يوجد هناك عمل، لا يوجد هناك رواتب، لا توجد هناك وسائل بديلة، أنه الحكومة تعطي للمواطن وبالتالي تفرض قيود على المواطن؟ يا أخي هذا الأمر حقيقة أخ عمر يعني يذل الأفكار. يعني نشوان، يعني كمواطن تشوف أنه مثلا اليوم المحلات مفتحة، بعض المولات مفتحة، الصيدليات مستمرة بعملها، سواق التاكسي وغيرها، اليوم اللي يعمل في مؤسسة أو في شركة، هل ده توفر لهذه المؤسسة المستلزمات الكافية لو اليوم المواطن هو وحيد ده يتحمل أعباء هذه الأزمة؟ والله أخ عمر، أنا جزء من المؤسسات الحكومية، وأنا صحفي ومتابع جدا لهذا الشأن. حقيقة حتى المؤسسات الصحية اليوم تفتقر لهذه أبسط الأمور، المعقمات، الكفوف، لهواي أمور. يا أخي اليوم المواطن البسيط كيف، يعني إذا إمكانيات حكومة اليوم، إذا إمكانيات حكومة ما يقدر توفر للمواطن هذه المستلزمات، كيف المواطن الفقير المسكين اليوم لا يمتلك، لا يمتلك قوت، ولا يمتلك لا يمتلك عمل، ولا يمتلك بدائل أنه يوفر هذه الأمور؟ يا أخي سعر الكمامات الأصلية وصلت إلى ما يقارب 7 وما فوق. حضرتك حاليا في أي مدينة؟ في الإقليم، في ديالى، في أي محافظة؟ أنا جزء، أنا مديال لكن ساكن في الإقليم وأنا متابع. طيب الوضع الحالي يعني في مدينتك، إيش قد سعر الكمامة العادية، وإيش قد سعر الكمامة الوقائية، وإيش قد سعر علبة الكفوف؟ والله أخ عمر سعر الكفوف حقيقة أنا قبل يوم ذهبت إلى المقهر، سعر الكفوف لا يوجد يعني أصلا، يعني كان سعر الباكيت 6,000 دينار نوعية، وسعر الكمامات 15,000 دينار. هاي الكمامة الاستخدام الواحد، الكمام طبعا الباكيت بيه 50 قطعة، أما الكمامة الأصلية أم الفلتر ما يسمى أم الفلتر، نعم الوقائية، سعرها ما يقارب 5,000 دينار. يعني استخدامش كم ساعة أم 5,000؟ استخدامش كم ساعة؟ والله أخ عمر تستخدم لمدة 5 ساعات، يعني لا أكثر، يعني إذا كان استخدام صحي، إذا كان استخدام صحي دقيق. لكن الناس، أنا جدا قريب من الشارع اليوم، المواطن قام يعقم هذه ويغسلها مرة ثانية، ويقلبها من هذا الوجه على الوجه الثاني من أجل أنه لا يتعرض إلى الغرامات والمسالات القانونية، وهذا إجراء غير صحيح حقيقة أخ عمر. يا أخي لا توجد بدائل اليوم، الحكومة بدل ما تفرض غرامات على الناس، على هالمجتمع المسكين، عليه أن توفر بدائل. يا أخي اليوم شرط المرور بدل ما واقف بالشارع وغرم الناس، عليه أنه يشيل كمامات ويوزع على كل سيارة يعطي كمامة. طيب. هذا مو شيء صعب على الحكومة، هذا هم مواطن، هذا هم مواطن وعمل شرط المرور أكيد، يعني هم ما نريد نحمل أعباء أنه يشتري ويوزع، يعني هم مشكلة هاي. يعني مو حمل مسؤولية أخ عمر، مو قصدي أحمل المسؤولية، قصدي أنه جزء الحكومة لو تدعم مفارز الشرطة، تدعم مفارز المرور، أنه يوزع على المواطن بدل ما تقارن أنت 50,000 أو 10,000، وفر لي أخي بديل، وفر لك كمامة، وفر لك كوب يا أخي. مو فد شيء صعب على الحكومة المركزية، مو فد شيء صعب على إمكانية دولة، بس صعب على إمكانية مواطن مسكين لا يمتلك قوت يومه. المشكلة هنا يا أخ عمر. نعم، وضحت الصورة نشوان، تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. يعني اكو خروقات هواي ايضا غير خروقات لبس الكمامة وغيرها، مثل مجالس العزاء والتجمعات الغير ضرورية، اللي من المفترض هذه بانه
نعاقب عليها ونشدد في العقوبات. ولكن اليوم من أنا أجي أفرض كمامة من واجب الجميع، واليوم أيضا ننصدم من نشوف بأن 1% على سبيل المثال من نتصفح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف مقاطع الفيديو، نشوف الوضعية في بغداد وبقية المحافظات، ما نلقى أحد بأنه لابس كمامة وكفوف إذا كان موظف إذا كان غيرها. فبالتالي اليوم أكو نوع من التقصير فعلا، ولكن في المقابل اليوم الجهتين تتحمل المسؤولية، المواطن يتحمل المسؤولية، وأيضا وزارة الصحة، اللجنة العليا للصحة والسلامة، خلية الأزمة، وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي وحياة المواطن يتحمل المسؤولية. مو أنا أجي أفرض غرامة 10,000 في نفس الوقت لأن سعر الكمامة ما بتتراوح من 2000 دينار إلى 60,000 دينار، مو أنا أجي أفرض غرامات والمواطن ما عنده فلوس بأنه يتخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية. علي من البصرة، مساء الخير علي، رمضان كريم. السلام عليكم أستاذ عمر، تحياتنا لك علي. يعني البصرة مستمرة يعني بالارتفاع في أعداد الإصابات، يعني فقط خلال الساعات القليلة الماضية 50 حالة بسبب مجالس عزاء وغيرها، ليش المواطن البصري ما ملتزم؟ صحيح صحيح أستاذ، بالنسبة للكمامة يعني رحمة على والديك أستاذ، أنا سلامي للمخرج والمشاهدين. تحياتنا لك، هم يسلمون عليك. وإحنا النفس الوحيد هي برنامج الأغلبية صامتة اللي نقدر نحشي بيها ونخلص همومنا. نعم. ما عندنا غير شيء. نعم. أستاذ بالنسبة للكمامة 2000 دينار. هاي الكمامة يعني هم يا ريت تروح للصيدلية وتحصلها. زين. راح تاخذ رقم الموبايل مال الصيدليه. نعم. وجيب وتخابر وعرف يا الله يضم لك وحده اثنين ثلاثه ما شاء الله. اي ما تتحصل بالاسواق، ما جاي تتحصل استاذ. نعم. يعني هم شلون يعني تطلع بلا كم، لا خلي يوزعون على البطاقه الكميه على البيوت، عندك كم نفر كم طفل. ليش هيك استاذ؟ ليش هيك؟ يعني الشعب العراقي ما يستاهل هيك يعاقبونه. طيب. الكمامة ايش سعرها عندكم بالبصرة هاي العادية اللي عرضناها قبل شوي؟ عندنا الكمامة ما تتجاوز 1000 1500، 1000 1500 2000 للقطعة الوحدة. القطعة الوحدة وهاي تستخدمها هاي يعني حتى تكون بالصورة، هاي تستخدمها مرة يعني من تنزعها ما يصير تلبسها، لازم تذبها. صحيح استاذ، اذبها قبل لا اطب للبيت اذبها. زين. ها زين، يعني المواطن قاعد هسه لا راتب عنده. نعم. ولا حول ولا قوة، يشتغل سائق تاكسي، يشتغل عماله، يعني مين يجيب هذا؟ راح زين، شنو البدائل اليوم للمواطن اذا كمامات بالصيدليات قليله وما قاعد مثلا نقول بانه ده تسد حاجه الشارع، ده تسد حاجه المواطن، شنو البدائل اليوم اللي ده يستخدمها المواطن حتى لا يتغرب؟ عمر خلي يسمع الجهه العليا. نعم. الجهه المعنيه خلي تسمع بواسطه بواسطه وتتواصل تواصل يلا تحصل. نعم. الكمامه هات بواسطة. يعني منين يجيبها؟ منين يجيبها؟ والله ما اعرف. اللي تشوفه بيش قد اسعارها عندك. شغله واحده بعد اريد اقول لك فيها استاذ، وخلي يسمع العالم كله، خلي يسمع. نعم. بالنسبه مثلا اللي يطلع بالشارع لازم الجهه الامنيه ودول المركز. نعم. ما يطلع الا بنص ورقه. يعني ما يدفع 10,000 ويروح. بالله استاذ ما في، يعني هذا المركز ما في المركز؟ نعم. ها؟ يعني صار هيك شغله تسليب علني، لزمونه تحت خطي. ثاني يوم مني لزمونه بنص ورقه، بورقه يلا. والما عنده نص ورقه وورقه. ياخذون يساعدون بالاجراءات كلها. زين. هذا يعني ملينا والله العظيم ملينا، يعني والله فزعة. نعم. ارواحنا، الله وكيلك بشرف. نعم. استاذ يعني شوفونا شاره سعد العيداني، الاستاذ سعد العيداني خلي يشوفونا شاره. نعم. لهالوضعيه هاي. نعم. الى يسمعني اتمنى بين توصل رسالتك. شوف شغله الشرطه هاي المراكز شنو هالتسليب العلني هذا؟ شنو شنو يعني؟ ما حد يرحم الثاني، شلون الله يرحمنا بعد؟ نعم ونعم بالله. تحياتنا لك ولاهالي البصره ونتمنى لك السلامه ونشكر متابعتك واتصالك. سامي من النجف، مساء الخير سامي ورمضان كريم. اهلا وسهلا، تحياتنا لك سامي. عليكم علينا ان شاء الله حبيبي، الله يسلمك. حبيبي الغالي، انا احب اقول للحكومه. نعم. شنو دوركم يعني؟ يعني شنو دوركم؟ بس حظر وخليه ازمه؟ نعم. زين الكمامه فد شيء استهلاكي يعني انت. نعم. 24 ساعه هاي ام ال 10,000 24 ساعه تنزعها الذبح، وهاي ام ال 1000 دينار يعني هسه اقل شيء يعني هذا ابو الصيدليه يعود هذا من الكره ما يبيعها ب 1000 دينار. زين هاي ساعتين ثلاثه او اربعه طبيا لازم او علميا لازم تنذب. نعم. زين هذا الفقير منين يجيب؟
زين انت يا حكومه شنو موقفك؟ يعني هاي الدوله النفطيه يعني ماكو مشاركه، شنو مشاركتكم؟ يعني هاي شغله الالف دينار ما ادري الف باليوم على 30 بالشهر، وهاي يعني صار لها شقد الناس منتظرتها، وين موقف الحكومه؟ يعني بس حظر وغرامات وابقوا بالبيوت. عجيب يعني امر هاي الحكومه، عجيب لا. عجيب يعني انتم اصبحتوا من اثرياء الارض بنفط العراق، من اثرياء الارض اصبحتوا، ماكو اي مشاركه من الحكومه، اي موقف ايجابي بهاي الازمه ماكو، كما هي منذ 17 عام كل موقف ما لها ايجابي مع الشعب، اي موقف انساني ماكو. زين اخ سامي، يعني انت يعني عندك افراد عائلتك دا يشتغلون، حضرتك مثلا موظف ودا تطلع وقاعد تستخدم الكمامه، لو انا بصراحه اشتريها بهاي الاسعار القانون. نعم قاعد تقدرون تشتروها بهاي الاسعار الحاليه؟ احنا بالنسبه احنا والله العظيم احنا بالنسبه لنا يعني انا اشتريت يمكن فد اربع باكيتات هسه خلصن، يعني هم مصرف ثاني يعني حتى يعني حتى اللي عنده هسه احنا يجوز نقدر نشتري، نقدر نستغني، واحد يطلع واحد ما يطلع، بس الفقير منين يجيب؟ الفقير ما يقدر يشتريها نهائيا استاذ، صعبه كلش يعني. يعني الحكومه ليش ما تلتفت؟ كل الدول المجاوره الاقليميه كلها صنعت وتبرعت وفتحت معامل واستحدثت امور جديده، ما عدا العراق ما الى اي موقف يا اخي. غريب امر هاي الحكومه وصامتها، يعني ما اعرف، ما عجيب يعني عجيب. نعم تحياتنا لك ولهاري النجف، ونشكر متابعتك و اتصالك. قيس من أربيل، رمضان كريم قيس، مساء الخير. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم وعلى الجميع. نعم وأشكركم جدا على تحياتنا اهتمامكم بالمواضيع اللي تهم حياة الناس بصورة نعم. مباشرة، وأنتم سباقين طبعا يعني مشكورين جدا. نعم قيس. والله بالنسبة يعني هذا وضع الكمامة وهذا وضع يعني الاقتصادي، هذا الوضع اللي جاي يمر به يعني الشعب العراقي كله، يعني ما اعرف يعني نعم. يعني احنا 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 اليوم يعني من 2003 ولحد الان بحقيقه الشعب كله يعني يحكي على الحكومه، ينتقد الحكومه، لكن يعني انا حسب تصوري بانه هي الحكومات يعني حتى هنا بحكومه اقليم كردستان نعم. او حكومه المركزيه يعني هي كانما انه انت تحس بانه هي الحكومات جات يعني تدفع الشعب للهاويه، يعني هي كانما انه هي اللي جات تدفع الشعب يعني حتى يقع بمصائب ويقع بامراض ويقع يعني الله اكبر، يعني مستحيل. احنا قبل نسمع من عجايزنا يقول ضم الفلس الابيض لليوم الاسود، زين يعني هل من المعقول؟ يعني انت حكومه اليوم صار 17 سنه يعني انفتحت يعني ميزانيه العراق الانفجاريه هاي بهاي السنوات كلها من يعني مليارات الدولارات، هل يعني منو ما يعني شلون يقنع بانه انتم ما تقدروا توفرون لشعبكم على الاقل يعني 3 أشهر 4 أشهر يعني كمامه؟ انتم في اربيل عاصمة الإقليم ده تواجهون نفس المشكلة بالكمامات والجفوف بالمستلزمات الوقائية بشحتها بارتفاع أسعارها؟ نعم أخي، هو كأنما شيء مدبر نعم. كأنما شيء يعني هي الكمامات كانت قبل هاي الأزمة أصلاً يعني مرات يطوها ببلاش، بلاش يعني ايه. حتى مرات إنهم يطولك يا بلاش والله مثل ما تفضلت نعم. طيب بيوم وليلة إذا هاي الكمامات شنو هي؟ صارت دولار؟ هي صارت ذهب؟ هي صارت شيء؟ يعني حكومة أنت عازة إنه توفرين يعني كمامة أو مثلاً كفوف اللي هي أبسط متطلبات، يعني شيء ما يذكر ترى هذا الشيء. يعني أنت عازة حكومة، سواء حكومة الإقليم سواء حكومة يعني بغداد، يعني وبعدين يعني فتح هاي الأسواق وفتح هذا الحظر، يعني منين جاي؟ يعني على شنو استندتوا؟ على شنو اللي حققتوه؟ يعني هو أنتوا يعني الحكومة المركزية هي فاحصت لها 70,000 من مجموع 40 مليون، يعني هي هاي نسبة تنقاس؟ طيب يعني ما والله يا أخي يعني شنو الحكومة؟ وينهم هاي الحكومة؟ شو يومية كانوا الفضائيات ما لهم مكان يقعدون بيها، وينهم؟ شو هاي الفترة كلهم ماو؟ نعم برأيك اليوم ده نشوف أن المواطن مستاء من هذه القرارات، مستاء من التقصير،
شنو اللي توفر للمواطن العراقي حتى افرض عليه غرامات بهاي الازمه؟ والله بالنسبه لي يعني انا احكي لك احنا هنا اللي عايشين مثلا باربيل يعني احكي لك واقع حال. احنا يعني كنا ساكنين اجارات يعني وحتى الاجارات يعني انا شخصيا انا اجر ب 450 ما عدا كهرباء ومولد وانترنت وعارف كل هاي الامور يعني طلب يعني 1000 دينار ما نزل من الاجار وشغلنا كله متعطل. هاي صار 3 شهور شغلنا كله واقف متعطل. وشنو اللي مثلا يعني جاء والله اصلا يعني الناس الفقراء والهم ما جاهم 1000 دينار ما جاهم ونسمع بانه الجهه الفلانيه تبرعت بكذا مليون بكذا 100 مليون بكذا مليار بكذا بس وينها ما تعرف كانما هو هذا الشيء يعني صار كل شيء يصير. وضحت الصوره قيس ونعتذر منك ضيق الوقت. تحياتنا لك ونتمنى السلامه للجميع. عندنا اتصال اخر ابو محمد من بغداد. مساء الخير ابو محمد. تحياتنا الى كل كادر الشرقيه ومشاهديها الكرام. تحياتنا لك ابو محمد. الله يخليك. استاذ عمر فيما يخص الكمامات طبعا اسعارها موجوده بالسوق غاليه لان الانتاج مالها قليل ولو وزاره الصناعه مشكوره هسه شغلت بعض مصانعها مثل مصنع الخيم باب المعظم ينتج كمامات معمل خياطه الكاظميه وكو معمل بسامره وفي المحافظات ابو محمد دا نشوف اليوم بانه اكو منظمات اكو شباب اكو معامل اكو مثلا تجمعات اليوم المواطن العراقي دا يقدم اللي عليه يعني كل امكانياته يقدمها يعني حتى لو عنده معمل صغير دا يحاول اذا كان بمجان او اذا كان بسعر رمزي ولكن كماده استهلاكيه ما قاعده تسد حاجه الشارع خصوصا بانه استخدام هاي الكمامات الحاليه قاعده تصنع محليا استخدام لمره واحده. نعم هو لكثره الاستخدام يعني مره واحده ساعتين او ثلاثه تنزل بهالحاله ما راح تكفي. ثق اكو حتى ناس خياطين ببيوت ونساء تخيط وتبقي مجانا همينه. بس شنو هي مشكله الدوله ما عندها امكانيه اللي مثلا تقدر تنتج الماده كلها بحيث توزعها. ورغم هذا احنا نقول للحكومه الحكومه الموجوده الحاليه يعني يا اخي موازنتنا دائما مصفره واحنا مليارات عندنا. يعني اكو وزارات كثيره هي منتجه يعني مثلا وزاره الداخليه منتجه، العدل منتجه، اتصالات، المواصلات، النقل، وزاره الماليه هي منتجه المفروض هي تنقل ميزانيه الدوله. ليش تخصصولها من الموازنه مال النفط للوزارات؟ يعني لو تعرف قد كل وزاره تطبلها من الموارد والمنافذ اللي تجيها هوايه، يعني هاي هم تاثر على المواطن وتاثر على الموازنه بصوره عامه. زين. الحدود مساله الحدود اللي هسه الاصابات بالبصره اليوم زادت. ناشد السيد رئيس خليه الازمه ابقاء الحدود مغلقه بيننا وبين ايران لان ايران تلح زايد وتدز وفود على فتحها. هي اصلا مفتوحه. سلطة الطيران المدني كافي رحلات للخارج وكل ما يجون جماعة الواحد عدي العشرة العشرة يعدوا لهم 100 وعلى الترتيب هذا. طيب أبو محمد اليوم إيش قد أسعار الكمامات الكفوف نعم يقدرون تشتروها ولا لا؟ لا قبل كم يوم والله اخذت كنت ماخذ تدري اوزع للعوائل اليمنى يعني انطيهم كان الباكيت بالبدايه ب 2000 دينار صار بسته صار بثمانيه هسه مال القفازات الباكيت ب 10 وعادي يعني لبس مره مرتين وهاي هي. وبالنسبه للكمامات الفلتر ب 7000 والعاديه ب 1000 الوحده واكو منهم يبيعون اثنين ب 1000. زين ابو محمد يعني قد تكون ما يتعلق بالماديات او ب شحتها وارتفاع اسعارها بان المواطن مجبر بانه يخالف اجراءات السلامه لان ما عنده فلوس يشتري لان اسعارها غاليه. طيب اكو بعض الغرامات على سبيل المثال السيارات مثلا خلينا نقول الباص او الكيل سبع راكب او مثلا سواق التاكسي اللي ما يلتزمون باجراءات السلامه، ليش المواطن ما يطبق القانون؟ ما يمتثل للقانون؟ اذا كان في بغداد او في المحافظه. هذه على حق تبيها ويسمعون المواطنين، يعني شرق بغداد قاطع الرصافه
مشكلة. نعم. ماكو التزام نهائيا بحظر التجوال. نعم. هو من مصلحتنا يعني احنا تقضي محمد عني يعني تلقي اليوم 24 ساعة. نعم. تلقي ساعتين أو ساعة واحدة برا أروح للسوق أسوق للمحتاجين الوزي. نعم. والكمامات لابسة ماكو داعي يعني واحد يطلع إلا إذا عنده شغل رسمي يعني مهم دوام ولا يشتغل بالعمالة هم. نعم. واحدة ما راح يأثر شو ما ينقل عدوى. نعم. لكن مال التجوال بالشوارع وبالعشرات وبالمئات هاي غلط غلط هاي. نعم. تحياتنا لك أبو. نعم. محمد نتمنى لك الصحة والسلامة لك ولكل العراقيين ونشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال آخر أبو مصطفى من تل عفر. مساء الخير أبو مصطفى. السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام أبو مصطفى. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. من الشرقية من جنوب إلى الشمال. تحياتنا لك أبو مصطفى. أخوي العزيز لا أكو ملحة 30,000 لا أكو رعاية اجتماعية لا أكو مليون ونص لا أكو تعويضات ما عندنا فلوس والله العظيم هسه غاز 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 ما عندي بالبيت قاعد أسوي عشاء والله العظيم. نعم. قاعد تستحي افتح بيدي العالم قاعد يشتري غاز يا الحكومة بس تريد يعبوجون أنا 10,000 دينار مال كمامة قاعد هسه بايدين ميزانية كامل قاعد يطلعون بالتلفزيون جميع مجلس النواب قال هذا بايد 50 مليار دولار هذا 20 مليار دولار هذا 100 مليار دولار هو مو صوت الحكومة صوت الشعب هذول على قاعد من منطقة الخضراء هذا المفروض مع كل الأملاك مع الشعب العراقي أخويا ما يكون والله العظيم يا جماعة كل نصر الرعاية الاجتماعية جرمات العقبة ماكو بيوت تعويضات ماكو يعني كرشة ماكو 30,000 ملحة ماكو هذول أستاذ بالخارج يلعبوا اللعب بالدولارات إحنا ما عندنا 250 دينار والله العظيم أبو مصطفى يعني أبو مصطفى أبو مصطفى أنت حاليا في تل عفار أنت كنت نازح وقاعد بخيمة وحاليا قاعد ببيت مفلش محروق أنت حاليا يعني رجعت مثل ما يعني حكيت لنا بالاتصالات السابقة بأنه أنت ما عندك لا شغل ولا عمل وتحت خط الفقر اليوم من تطلع للشارع وانت ما عندك 1000 دينار تشتري كمامه ما عندك 500 دينار تشتري صابون لعائلتك وتتغرم 10,000 دينار مين راح تجيبها اخويا انا ما اشتري كمامات انا قاعد ايجار انا مسوي كمامه من كنينس يعني اشتري 250 كنينس اطفالي لبس كنينس هذا 250 واشتري مع الفلوس هذا اللاستيك مع الفلوس سوي من هذا كمامه من كنينس. نعم. احنا اخويا ما عندنا ناس قراء احنا لا شغل ولا عمل. نعم. مرات في المنع تزور يعني ايجار قاعدين حكومه ما يبطي. نعم. يعني والله العظيم استاذ بس احنا نصد الملك الموت يعني يطلق استاذ نتمنى لك السلامه ان شاء الله نتمنى لك السلامه ان شاء الله استاذ البزال شويه مساعدات رحم على والدي. نعم. استاذ عمر تحياتنا لك ابو مصطفى استاذ البزال. نعم نشكر متابعتك واتصالك وان شاء الله في الحلقات القادمه راح نتحدث فيما ملف منحه الطوارئ نشكر متابعتك واتصالك طه من الديوانيه رمضان كريم طه عليكم السلام عليكم تحياتنا لك عليكم السلام ورمضان كريم شلونك يا حبيبي الله يبارك فيك سلمك الله برنامج حلو فقرته حلوه مبادره حلوه من عندكم وقناتكم دائما هي مميزه وبرامجها حلوه وخاصه يعني للمواطن العراقي نشكر متابعتك نعم كان حديثك على سوء الخدمات خاصه بهذا المرض نعم او دولتنا يعني بالحكومة هسه الحالية يعني شنو الأساليب هي تتخذها ماض نعم. يعني هسه عندك بنتراجع الميزانية كانت ميزانية العراق قوية ذا درجة هسه يعني وين راح الميزانية يعني عندك كمامات لا يعني خدمات لا يعني المواطن هو جاي يعين نفسه بنفسه يعني مقاومة يعني بين الإنسان يعني طيب طه احنا مع تطبيق القانون احنا مع الارشادات الوقائيه مع ان المواطن يلتزم لسلامته وسلامه عائلته وسلامه الاخرين يعني بعض الفقرات ما يخص المخالفين سواق التاكسي والنقل العام وغيرها احنا مع فرض غرامات اذا كان مخالف ولكن بما يخص اليوم المواد الاستهلاكيه المعقمات الكمامات الكفوف وغيرها اليوم اللي اسعارها نشوفها مرتفعه وبينما متوفره عند كل مواطن اللي ما يقدر يشتريها أنت كمواطن عراقي تقدر تشتري مثلاً المعقم بخمسة أو بعشرة الكمامة بألف ألف ونص أو غيرها اللي تتجاوز سعرها لـ 7,000 دينار تقدر تشتريها متوفرة عندك بالبيت
متوفره بمدينتك؟ هو السبب، السبب وين يعني؟ غير اكو سبب يكم من وين؟ تدري وين السبب؟ نعم. يعني هو يعني هسه مواطن هسه 32 سكان العراق 32 مليون، هاي 32 هم عايشين يعني الله سبحانه وتعالى هو قوة مقاومين معيشتهم، يعني انه بيشتري كمامه ب 5000 يشتري هو مسواق ما جاي يقدر يدبره. نعم. يعني ما حلول ناجع لا من الحكومه واكو بعض المواطنين غير ملتزمين، وحبيت اشارك بهالبرنامج. نعم. واشكرك على ضيافتك هذا واجبنا، هذا واجبنا. الله يخليك، تحياتنا لك ونتمنى لك السلامة ونشكر متابعتك واتصالك. مشاكل هموم العراقيين مثل ما نشوف بأنه بكل محافظة عراقية هي وحدة، اللي هي الأزمة المالية والدخل المواطن اللي مدى يكفي احتياجاته، يعني كمستلزمات بيت كإيجار مولد وغيرها من المصر نقدر نسميها بأنه نسميها المصروفات الثابتة المترتبة على كل مواطن لكل شهر. فبالتالي اليوم أعباء، اليوم أنتم تتحملون يا اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم تحملون المواطن أعباء أكثر بأن اليوم أنت ما موفر للمستلزمات الأولية الوقائية أو مستلزمات الوقائية اللي ذكرناها قبل قليل حتى اليوم أفرض غرامة، هي اليوم ما موجودة. اليوم مثل ما شفنا المواطن البصرة يقول أحجز أخذ رقم الصيدلاني حتى يخبرني يقول تعال خذها، فشون بأنه اليوم أنا أفرض 10,000 هي ما موجودة أصلا بالسوق وأسعارها مرتفعة. عندنا اتصال آخر، أكرم من الموصل، رمضان كريم أكرم. عليكم. تحياتنا لك. رمضان كريم عليكم. على الجميع إن شاء الله. حول السلام والأمان يا ربي. نعم. العفو أستاذ، على مود 1.5 مليون مال النازحين. زين. وقدمنا الأسامينا على مود الكتاب مال العودة. نعم. ونفس الأسماء ما دا يطلع. قسم من الوجبة الثانية استلموا السادس والرابع، هذول كلهم استلموا. آخر شيء الوجبة السادسة دا يريدون يوزعون. ماكو ولا اسم من منطقة الموصل، شنو السبب؟ الوجبة الثالثة شو وقت كان من المفترض بأنه تستلموها؟ أو شو وقت توزعت؟ وراجعنا تقريبا بشهر الثاني، راجعنا كل اللي شو اسمه مالنا كتاب مال العودة مالنا، سوينا الكتاب العودة. نعم. ورحنا على منطقة الحمدانية. نعم. سوينا العودة، قال ها هي سويت العودة، انتظروا على ما يوزعوكم 1.5 مليون. زين. انت شو كنت رجعت لحد الان؟ اليوم مباشر، اليوم مباشر، وكلها كلاوات كل شيء. زين، انت بحاجه لهاي 1.5 مليون؟ شلون؟ محتاجها كلش 1.5 مليون؟ اي والله كلش محتاج. زين، شنو اللي راح اللي تقدر بانه تسويه، او ايش قد بانه تقدر تسد حاجتك ما بعد عودتك الى مدينتك؟ استاذ تعرف هو الدنيا رمضان، جانا العيد، احنا قاعدين ايجار. نعم. فوق من هذا سمعنا تجوال. لا كل لا راتب لا شغل لا عمل، الناس قاعده بطالع بطالع. زين، يعني انت حاليا بلا شغل؟ بلا شغل، اي شغل ماكو. زين، والله قاعدين بطالع بطالع، كل شيء ما عندنا. يعني انت قعدت بهاي الازمه لو صار لك سنوات قاعد، صار لك هواي قاعد بلا شغل. هاي الازمه، هاي الازمه تاذينا بي يعني فد مره تاذينا. نعم. يعني هاي تقريبا احنا شهرين ازيد من شهرين احنا قاعدين لا شغل لا عمل. نعم. لا رواتب لا كل شيء. نعم. قالوا سووا كتاب عوده ما عوده ما اعرف شنو هذا مال النازحين. عندنا. نعم. كان على هذا الراتب، قلنا هاي هذا يعيشنا فد شهرين زمان والله كريم. نعم. هذا من ماكو. نعم، نتمنى بان تصل رسالتك الى الجهات المعنيه، خصوصا بان اغلب المناطق المحرره نسبه كبيره من المواطنين ما سلموا مستحقاتهم او مستحقات العوده اللي ايضا تقدر ب1.5 مليون دينار عراقي. عندنا اتصال اخر، ابو عمار من الانبار. رمضان كريم ابو عمار. علينا وعليكم ان شاء الله بالخير اخوي استاذ عمر. تحياتنا لك حبيب قلب استاذ عمر. انا هسه انا جاي يعني الصراحه للامانه جاي اصفر على هذول اللي جاي يطالبون بالكمامات. نعم. هو لما اكو كمامات ينطوهم للشعب العراقي بيعرفون وين يودون الكمامات. نعم. احنا هسه مو موضوعنا الكمامات اخي. نعم. موضوعنا 1.5 مليون هاي استثمارات ينزلون 1.5 مليون ينزلونها على هذا، روح تدب الاسماء، باقي واحد طلع من عندنا خلاص 5 عشائر، باقي واحد استلم من عندها لودرهم واحد، هالكلاوات خلي يعبرونها على غيرهم. نعم. يعبرونها على المواطنين العراقيين، المواطنين العراقيين ترى صحة وكل شيء يعرفوا عمي. نعم ابو عمار. اي يا اخي العزيز ما يصير هالشكل، انا يجي واحد استلم على اخ عمر، احنا 5 عشائر هنا أنا متواجده بالقضاء. اريد واحد يقول انا استلمت بالقران ماكو لا واحد استلم. بيا قضاء انت حاليا؟ قضاء الخالديه. قضاء الخالديه، القضاء كله ما حد استلم؟ قريب
زين. هاي ثلاث مرات. ايش كم وجبه وزعت؟ ثلاث وجبات؟ نعم. ايش كم وجبه وزعت؟ يا اخي نزل هاي قبل شهر وجبه وقبلها شهر، اذا لنا واحد يستلم فاحنا نتامل نقول اي والله هذا استلم فاحنا نستلم مره. نعم. عمي ماكو ولا واحد يطلع، والله ولا واحد جاي يطلع. نعم. تحياتنا لك. والرسالة الثانية أيضا من الأنبار وقبلها من الموصل يتسألون وين فلوسهم، وين المبالغ المالية اللي خصصت في وقت سابق اللي تسمى بعودة النازحين، اللي كان في وقت تشجيع النازحين على العودة وإعطاهم مبلغ مالي حتى يقدر بأنه اللي يبني بيته واللي يحب أيضا يعني بأنه تعينه خلال تلك الفترة. ولحد هذه اللحظة بعد ثلاث سنوات من التحرير اغلب المواطنين دا نشوف انه يتصلون ودا يتواصلون يعني على التليجرام والفيسبوك وما مستلمين المليون ونص. عندنا اتصال اخر، رائد من الموصل. رمضان كريم رائد. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذي العزيز؟ تحياتنا لك. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله. على العراقيين اجمعين. الله يبارك فيك. استاذي العزيز الموصل نعم تعبت هالفتره كلها تعبت حيل تعبت. زين. ايه فالان اعلق على كلام متصل قبل شويه يقول خصوصا الكمامه. نعم. يعني تعرف انت هاي شهر ونص محافظه الموصل شهر وسبع ايام تقريبا مدينه الموصل من التجوال. نعم. يعني نعم. عالم ما عندها تاكل. طيب. ما عندها تاكل الى درجه يعني سكان محافظه الموصل اغلب 75% كلهم عمال اجور يوميه هسه. اكو شغل، الشغل قل نهائيا. ماكو شغل بالموصل الثاني. يعني انا رئيس يعني انت اليوم اذا نزلت قعدت بالشارع ده تريد تشتغل ملابسك ما راح تتغرم 10000 دينار وانت قاعد تنتظر تطلع لك 10000 حتى تعين بها عائلتك. استاذي العزيز ماكو. نعم. ماكو نهائيا شغل ماكو. قبل فتره انا بالمناسبه رئيس لجنه العشائر محافظه نينوى. نعم. رحنا الاستاذ صلاح الطاير مدير صحة نينوى. اسمعك. رحنا الاستاذ نصيري صوت التلفزيون. قلنا الاستاذ المستشفيات يعني تروح عندك عندك مريض انت غير تلقى المستشفى ما تقدر تروح الطبيب. نعم. نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. عندنا متصلين بالانتظار ونتمنى أي متصل اليوم بأنه يبتعد لنا عن التلفزيون ونصلنا صوت التلفزيون ويسمعنا عن طريق الهاتف حتى ما ناخذ هواكته حتى ينقطع الاتصال. عندنا شاكر من صلاح الدير. رمضان كريم. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم السلام. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم العراقيين جميعا. نعم شاكر. أستاذ رمضان بالنسبة احنا كنانيس بالبلدية نشتغل كنانيس. نعم. بالبلدية. نعم. براتب 300,000 دينار بالشهر. أنا هل محاجيك عائلتي 18 نفر ما شاء الله. أي والله و 300,000 دينار وأنت شلون تتحدث والأدخل اليومي ماكو غير راتب بالبلدية كنانيس. طيب 300,000 دينار أنتوا حاليا مستمرين بعملكم. مستمرين بعملنا. نعم. زين. ما واقفين ما متوقفين. زين. بأي مدينة أنت؟ مركز المحافظة؟ أنا بيجي. زين. شغلكم يومي؟ شغلنا يومي. نعم. زين. ديطوكم كمامات ديطوكم وشفوف السلامتكم؟ والله أكو خياط ينطينا يعني على حساب الخاص بالعمارة ينطينا. لا أقصد يعني دائرة البلدية. البلدية نعم هو من هذا الخياط ينطينا ولا ما أكو البلدية؟ لا والله ما عندنا. ما عندنا بلدية ما تعطيكم لا شوفوا ولا كمامة بهاي الأزمة. لا ماكو ماكو البلدية ماكو. أكو خياط مدني قاعد يساعد الرجل وينطينا ينطيكم. ايه. يومية كمامة ينطيكم؟ والله مو سوى نوب أكو نوب ماكو. زين وإذا ماكو شو تسوون؟ ماكو نيج نكنس بهالتراب والهذا ماكو بدون لا كمامة ولا شيء. زين ما طالبتوا دارة البلدية ما حكيتوا ما قلتوا يا بسلامة؟ والله طالبنا السيد المدير الرجل يعني هو ما قصر ويانا قال إن شاء الله نجهزكم متعاقد ويا خياط ويجهز البلدية وهاي. زين فتدري إمكانيات محدودة البلدية. ها عبرنا الشهر الثاني وبعدها الوعود انتظرونا شنتظر. إيه هي كلها على الوعود. العراقيين إحنا عايشين على الوعود. نعم. إيه فأرجو من حضرتك سمعنا الأستاذ سعد البزاد. نعم. أحد يلتفت لنا يزورنا يشوفنا يشوف. نعم. حالتنا. نتمنى بأن توصل رسالتك. نتمنى لك الصحة والسلامة.
نشكر متابعتك واتصالك. حيدر من النجف، مساء الخير حيدر. حيدر نستطيع صوت التلفزيون، انت على الهواء مباشرة، رمضان كريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اسمعك حيدر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم عليك. رمضان كريم، رمضان كريم على الشعب العراقي. نعم. على الأمة الإسلامية أجمع. نعم. هذا القرار اللي طلعت حلية العزمة، لا تحمى عليكم، يعني هم خطية، يعني تكتب قرارات بقاع. يعني الشعب العراقي ماذا يحترم هذه القرارات؟ لأن ما عنده مين يجيب؟ أنت ما فكرت يا حلية العزمة، هذا المواطن مين يجيب؟ شو الكمامات؟ مين يجيب؟ نعم. انت تجهز كمامات وخلي بيت تغرم توفروا لهم للشعب العراقي للمخاطير عنق الكمامات وقل له البس، يعني هو انتوا اللي مسؤولين ما عندكم كمامات، شلون المواطن العادي؟ طيب يا عيني اسمعك صح كلامي يعني؟ لا يعني طيب يعني هذا كلامك اللي ذكرته يعني ذكروه كل المتصلين اللي قبلك، من اليوم المواطن العراقي ما عنده، ما عنده يا اخي لا عنده 3000 يروح يجيب بصل وطماطه لعياله. نعم. واقف له بالمصرفه يقول له جيب 10000 نسمع لابس كمامه. نعم. ايش يقول له شلون؟ طيب. يعني شلون يفهمون شلون الحال من وسط الحال للصفر للصفر؟ يعني وقتنا بالشعب بنك، اذا انتم تفكرون بهذا الشعب او كذا غذائيه عند الاجهزه اللي ما عنده صغير شلون اللي يشتغل ويتعوم شلون؟ نعم. يعني يا اخي والله عجيبه، يا اخي والله عجيبه، يعني ما عاد يشتغل بالبلد، ما عندهم يعني ما اعرف العالم شو جاهل، المسؤولين شو جاهم، يا اخي والله عجيبه، يعني ما عاد شد العراق في القمار وين؟ يطلعون بالسوق يشوفون العالم شو يصير بها، كل من يقول يا روحي. نعم. تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك ونعتذر منك ضيق الوقت، نتمنى لك السلامه. ابو سعد من واسط، رمضان كريم ابو سعد. رمضان كريم على الجميع غاتي. تحياتنا لك ابو سعد. استاذ عمر مو؟ نعم، انت على الهواء مباشره ابو سعد. استاذ الله يخليك، احنا شنو نريد من ذول الحكومه؟ يعني هسه الحكومه ما تقول لي ما تنظر للفقير، هي هم يردون بس منافعهم. نعم. هسه اولا ما بهاي الازمه قالوا يابا حتى نقول الفلوس ماكو والنفط ضعف وايد، فدرات بين من رواتب وما يداخلون بها والمنافع الاجتماعيه ينزلونها للفقير اللي ما عنده قاعد بالشارع. نعم. هذا واحد. اثنين يعني هي مصيبه، هي ترى مصيبه كبيره، مثل هسه هذا الياور اللي خدم العراق خدم 4 أشهر ياخذ 52 مليون وقاعد بالخليج لحد الان ياخذ 52، هذا لا حرف انا سمعان عنه. طيب. والاف مثله هو. زين. وذولا الربحه خالته وبتخالته وبتعمته وبتخالته، الله وكيلك، انا متقاعد اخذ 500 بنيت بيتي اخذت سلفه بفوائد يقصون 300 يعطوني 200 مربع، كان عندي 10 نفرات. نعم. واحد منهم مدرس وعنده 7 والمدرس ما متعين صار له 10 سنوات بين الله ومحمد وعلي، وهذا موجود وانا بالحكينيه ما حضرت لا صوت ولا شيء يتحقق وياي بهذا الكلام. نعم. ابو سعد. نعم. ابو سعد ايش قد يعني انت حاليا تشتغل ما عندك شغل، شلون وضعك؟ انا متقاعد اشتغل انزلاق بظهري وتعبان. نتمنى لك السلام. بالجيش المنحل 32 سنه. نعم. خدمت الجيش وطلعت هسه راتبي 500، هم متقاعد سوى 20 شيكل 500 دينار 500,000 جاي 300. نعم. ياخذون العقاري ويعطوني 200 بربك شو سويت؟ وابني وين اودي هسه؟ ابني عندي قاعد. نعم. الرجال مستمرين يعني البارحه حكينا بما يخص الخريجين القدامى وان شاء الله مستمرين في اي جديد لحين استئصال المواطن العراقي حقه. استاذ اسمح لي شويه. نعم. كان قالوا 2009 2008 كان بلا نعينهم، ليش؟ يعينونهم سنه لان على منسوبيه والاحزاب. نعم. والهذا والقديم ما يعين. زين ابو سعد، احنا البارحه من حكينا بموضوع الخريجين القدامى، اتصلوا بينا خريجين من سنه 2000 و2001 و2003 اعمارهم تجاوزت ال 43 لحد الان بدون وظيفه. الله شاهد 10 وعنده 7 جهال، عنده 10 10 10 سنين قاعد هو هسه شفته من دراسه، سوى دراسه علم النفس، خريج علم النفس،
في الديوانيه. والله وصلت ابويا بقلبي. احنا مستمرين بتغطيه كل الاحداث وكل ما هم حياه المواطن العراقي بادق التفاصيل. تحياتنا لك سعد البزاز والسلامه. نشكر متابعتك واتصالك بالهالي واسط. وعندنا متصل ايضا بالانتظار من القياره. عبد مساء الخير. هلا هلا شلونك؟ تحياتنا لك عبد. احنا عندنا بالمخيم النازحين جي. المنظمات كلها صفر في صفر. عندنا كثير جابوا لنا المواد يا الرحمه المال ينطونا الجونيت الطحين ال 50 كيلو ب 22000 وينطونا الجونيت الشكر ب 50000. نعم. يعني جابوا لنا حط طحينيه ما تنشال يعني شيء كلها جابوا لنا مدتها فايت المواد مالتها كلها فايت مو فايت. بيا مخيم اخويا بيا مخيم اي مخيم مخيم قياره جذعه خمسه جذعه خمسه من يام انتم من يام مدينه يعني كل المده التاريخ ما له فايت يعني جابوا لنا المواد وجابوا لنا طحين يعني تشلب تشلب يعني تخبزوا ما ياكلوا زين ايه واحنا نطلب من الحكومه نطلبها بس ترجعنا لبيوتنا تعوضنا وين وين بيتك وين بيوتكم من يام مدينه انت من الحلبيه وين صايره هاي هاي بين الموصل وبين تل عفر زين ليش ما رجعت البيت واقع البيت واقع ما تقدر تأجر ما تقدر تروح ما تفعل تعوضنا زين ايه ونريد يعني نطلب الحكومه يعني احنا قاعدين بالمخيم ما يشرد صفر المواد يجيبونها لنا كله صفر مساعدات صفر كلها صفر زين يعني اذا كورونا تجي علينا على المخيم يعني المخيم 11000 خيمه كلها تموت كلها تموت ما جاوا فحصاكم ما جاوا فحصاكم اخذوا مسحات مثلا لسلامتكم وسلامه اهالي المخيم شلون؟ ما جت تجيها فحصتكم المستوصف الموجود في المخيم؟ ما حد يديرنا بس على الاعلام يقولون جينا ولا ما حد يطبنا ولا حد يجينا. نعم. نعم. إيه مساعدات صفر في صفر عندنا كلها مو زينه. نعم. جابوا لنا طحينيه قبل فتره بالمول خربانه ستيناها، جابوا لنا طحين ما يخبز. جابوا لنا ثمن مكسر. نعم وضحت الصوره، تحياتنا لك ونتمنى السلامه نتمنى اي والله اي والله رحم الله على والديك. مع استمرار ملف النازحين والمخيمات. إذا متابعينا الكرام نلتقيكم في حلقة يوم غد موضوع جديد إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.